بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكلام في الرواية التي ذكرها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام بالنسبة إلى طلد بعض المشركين وعلى رأسهم أبي جهل، بأن يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله معجزات من سبق من الأنبياء، فرسول الله جعل هؤلاء فرقا ثلاث، وكل فرقة ذهبت إلى منطقة ليروا معجزة النبي موسى ومعجزة النبي نوح ومعجزة النبي إبراهيم، ورجعوا إلى رسول الله وكلهم قد آمنوا بعد أن رأوا تلك المعجزات. هنا أبو جهل لا يؤمن. رسول الله يقول له إن التواتر حجة، ولو لم تؤمن في هذا الأمر الذي تواتر عليه هؤلاء اللي هم مجموعة بل مجموعات، فإذن يجب أن لا تؤمن بأي شيء. وجه حجية التواتر هو عدم احتمال اجتماعهم على الخطأ والكذب، إن هؤلاء الجمعية المجتمعون لا يجتمعون على الكذب ولا يخطئون ولا يتوهمون، وهذا مما يدل ويوجب زوال الشك في الإنسان ويقطع بحصول ما تواتر عليه في الخارج. طبعا في التواتر يجب أن يكون الأمر حسيا كما يشترطه العلماء، إن يتواتر على أمر حسي، كما أنه لو تواتر على وجود شيء في البلد الكذائي أمر رأوه حسوه بإحدى حواسهم الخمس، ولولا الأمر الحسي مثلا لو تواتروا على أمر حدسي على أمر عقلي هذا التواتر مو حجة كما ذكره العلامة. فإذا هؤلاء تواتروا بأننا رأينا معجزة النبي موسى، معجزة النبي نوح، معجزة النبي إبراهيم، في قضية مفصلة لا يذكرها الطبرسي رحمة الله عليه بكل، يعني لا يذكر الرواية كلها في كتاب الاحتجاج، وإنما يرجع البحث في تكميل الرواية وإظهار معجزة النبي إلى كتاب آخر. فرسول الله كان مقدمة أولى يقول بأن التواتر حجة، فيجب عليك يا أبا الجهل أن تقبل منهم ما رأوه، أما ما تقول من أنه يحتمل أنه تخيل لهم ذلك، أخطأوا، هؤلاء جماعة كثيرة، يمكن واحد يتخيل اثنين يتخيلون، بس في مواقف متعددة مو في موقف واحد. بل مما يزيد القطع لمثل أبي جهل أنهم جماعته، يعني هذول كانوا مخالفين لرسول الله، كانوا من أتباع أبي جهل، كيف يذهبون ويرجعون مؤمنين بما رأوه؟ هذا مما يزيد، يعني مما يجعل القضية قطعية لا شك فيها. ومجموعة لا يعرفهم أبو جهل لا يعرفهم، بعد ذلك ذهبوا ورجعوا بقضية ما يدري، يمكن يتواطئون على الكذب، هذول جماعته أصحابه ممن خلف رسول الله. إذن التواتر حجة، وهو لا رأوا بأم أعينهم المعجزات وقد آمنوا كما آمن سحرته
فرعون بعد أن رأوا معجزة النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله وعليه السلام. ولولا حجية التواتر الرسول صلى الله عليه وآله يشير إلى أبي جهل أنه لولا حجية التواتر فما الذي يدلك على التواترات الأخرى اللي هي دون هذا التواتر من حيث العدد؟ يعني أنت الآن تجي تنقل مفاخر أجدادك، ممن سمعت مفاخر الأجداد؟ من البعض، ومتأكد أنت بوجود هذه المفاخر. تذكر مثالب أعدائك، من أين تعرف؟ أو مثالب أسلاف أعدائك، من أين عرفت ذلك؟ إذا هذا التواتر لا يوجب لك القطع، فأي شيء بعد ما لازم تقطع به. أنت تسمع مجموعة من التجار ذهبوا إلى الصين مثلا ورجعوا وينقلون لك عن الصين قضايا، من قال بوجود الصين؟ كيف تصدق هؤلاء التجار؟ يمكن تواطؤوا على الكذب، يمكن تخيل إليهم. من قال أصلا؟ قال يمكن هذه كلها توهمات وأوهام. من قال بوجودك أنت؟ أيضا أنت توهم، تخيل. العرب اللي تتكلم وياهم هذه كلها توهمات وتخيلات حصلت لهم أو حصلت لك، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يريه أيضا الإعجاز بالنسبة إلى إعجاز النبي عيسى، لأنه هو قال أنا ما أؤمن، ولكن لو أريتني معجزة النبي عيسى في أنه كان يخبرهم بما يأكلون وما ادخروه في بيوتهم وكان يحيي الموتى، أنا أقبل. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له: أنت ما الذي أكلته؟ وماذا صنعته؟ وماذا تدخر في بيتك؟ وذهب رسول الله معه إلى بيته، كان عدف الدجاجة مذبوحة ذبحها أبو جهل، فهذه الدجاجة المذبوحة أحياها رسول الله وتكلمت وقالت: كيف ذبحني أبو جهل؟ الدجاجة تكلمت. أؤمن يا، هل تؤمن يا أبو جهل؟ كلا. لماذا؟ يمكن هذا تخيل، أنا اللي أشوفه متصور متخيل. إذا كل تخيلات فأنت وجودك أيضا وجود تخيلي. أنت قاطع بوجودك؟ يقول نعم. أنت قاطع بوجود هؤلاء العرب؟ قاطع بصحة كلامهم لمن يتكلمون معك؟ متخيل؟ يقول لا. فما الفرق بين البابين؟ إذا هذا اللي شفته تخيل، كيف لا يكون كلامك مع العرب، وجود العرب، وجود قومك، كل هذه الأمور؟ فلتصبح من السوفسطائيين الذين قالوا كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في مرايا أو ظلال. هذا اللي بالكون اللي نشوفه إحنا كله هذا توهمات، خيالات، صور هالمقدار، أو ظل. الظل ما إلى حقيقة، الشمس إلى حقيقة، النور إلى حقيقة، أما الظل فهو منع النور عن جهة فماكو إلى حقيقة. فلا، أبو جهل ما يقبل. إذن رجل معاند، والمعاند لا حل له إلا حد السيف كما سبق في رواية أخرى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه لا يمكن أن يكذب الإنسان الآخرين. أصالة الصحة في عمل الآخر المسلم بصورة خاصة. يعني إذا قال أنا شفت هذه المعجزة، أنت ما تقدر تجي تقول أنت توهمت. لذلك أكو في رواية أنه لو كذب سمعك وبصرك، يعني أنت إذا شفت مؤمن ده يعمل أمر منكر، قول يمكن أنا اشتبهت، احمل فعل على أحسنه، وإن شهد لك 50 بأنه فعل منكرا وهو قال لم أفعل المنكر، اتصدق وكذبهم. طبعا هذا في غير الترافع، يعني إذا صار مرافعة عند الحاكم الشرعي فالبينة معتبرة، القسامة 50 قسامة معتبرة، أما بدون ترافع هو لأن الفعل ما إلى جهة. يمكن فد واحد الآن ده يأكل
لحم الميتة. أنت تقول هذا فاسق، لا، يمكن مضطر، يمكن علاج، علاج دواء أو أوصاه الطبيب بذلك. فأنت ما تقدر تشوف ما دام هو مثلا دا يأكل خمر، دا يشرب الخمرة أجل الله السامعين، أو دا يأكل لحم الخنزير، فهذا إذا هو فاسق وعمل الفعل لا جهة له. يمكن هو يجي يقول أنا لعلاج، أنا لاضطرار، أنا لأي شيء. طبعا الله عز وجل كما في رواية لم يجعل الشفاء في الخمر، يمكن مضطر، يمكن واحد مهددة بالقتل أو ما إلى ذلك. فما تقدر أنت تأخذ كلام المسلم وتحمله على غير الصحيح. عندما يأتي ويقول أنا نظرت، أنا رأيت الأمر الكذائي، صدقه. وأنت إذا نظرت إلى فعله، لأن فعله لا له جهات، قد تكون له جهات متعددة، فأنت تعال مو تشكك في نظرك، تقول يمكن هذه الجهة مو جهة معصية. بل حتى في حمل فعل المسلم على الصحيح، إذا واحد يشوف جنازة يدفنوها مثلا، أنا ما أدري هل صلوا على هذه الجنازة أم لا، يقول هذول مسلمين، أحمل فعلهم على الصحيح، ما دام يدفنون إذن قاموا بالأمور السابقة. أو الآن يصلون، ما أدري هل صلاتهم على الجنازة صلاة صحيحة أم لا، فماذا أقول؟ أقول ما دام هم مشتغلين بالصلاة إن شاء الله يكون عملهم صحيحا. طبعا أكو خلاف في الأمور الأعمال السابقة، يعني الآن عمل يقومون به فأنا أقول إن شاء الله عمل صحيح، بس إذا ما أدري عمل قاموا به أم لا، هل غسلوه الآن يدفنوا؟ البعض قالوا لا مو معلوم أنه هل غسلوا الآن يدفنوا، لو هم في الغسل في حالة تغسيله نانا نقول بأنه نحمل فعلهم على الصحة. أما إذا مو هم في الآن في حالة الغسل، هم في حالة التدفين، أنه ما أدري يمكن ما مغسلي، هنا أيضا البعض قالوا بأنه يحمل فعلهم التدفين على الصحة. متى الدفن يكون صحيح؟ بعد صدور الغسل والكفن وما إلى ذلك عنهم. طيب، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي أشرنا إليها طبعا في طي الكلام، أنه حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إن صح، هذه قاعدة ثابتة، إن صح نسبة الخطأ والتخيل إليهم في قضية هذه المعجزات التي رأوها أصحاب أبي جهل، فيصح نسبة الخطأ والتخييل إلى كل قضية متواترة، ولكن التالي باطل فالمقدم مثله. هذه القضية القياس الاستثنائي. لاحظوا، فلنكمل الرواية الشريفة. فقال أبو جهل للفرق الثلاث: قوموا فتفرقوا ليتبين لكم باطل قول محمد صلى الله عليه وآله. فذهب الفريق الأول إلى جبل أبي قبيس، والثاني إلى صحراء النلساء، والثالث إلى ظل الكعبة، ورأوا ما وعدهم الله، ما وعده الله من ظهور المعجزات، ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله مؤمنين. وكلما رجع فريق منهم إليه وأخبروه بما شاهدوا، ألزمه رسول الله الإيمان بالله. فزين، هذول مجموعة 50 أقل أكثر، رجعوا كلهم مؤمنون، من أصحابك يلا تعالوا أؤمن بالله، لم يقبل. فاستمهل أبو جهل، قال انتظر يا رسول الله، خلي الباقين هم يجون نشوف، إذا مو بس الطائفة الأولى، الطوائف الأخرى خلي تيجي. فاستمهل أبو جهل إلى أن يجيء الفريق الآخر، حسب ما أوردناه في الكتاب الموسوم بمفاخر الفاطمية، تركنا ذكره هاهنا طلبا للإيجاز والاختصار. ما جايب الرواية كل الرواية بتفصيل، أحالة باقي الرواية على الكتاب الآخر المرحوم الطبرسي. قال أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه هو الراوي للقضية: فلما جاءت الفرقة الثالثة وأخبروا بما شاهدوا عيانا، كلهم قالوا نحن بأم أعيننا رأينا المعجزة، مو سمعنا، وهم مؤمنون بالله ورسوله،
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي جهل: هذه الفرقة الثالثة قد جاءتك وأخبرتك بما شاهدت. فقال أبو جهل: هنا إنكار القضية المتواترة القطعية، لا أدري أصدق هؤلاء أم كذبوا، يمكن كاذبين تواطؤوا على الكذب، أم حقق لهم ذلك أم خيل إليهم، هذا قضية حقيقية أم تخيلات وتوهمات. فإن رأيت أنا ما اقترحته، هو كان يطلب معجزة النبي عيسى، عليك من نحو آيات عيسى بن مريم فقد لزمنا الإيمان بك، يعني تم الحجة علي فلا بد من أن أؤمن بك، لا أنا أشوف المعجزة بعيني مو بإخبار هؤلاء، وإلا فليس يلزمني تصديق هؤلاء على كثرتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا جهل، فإن كان لا يلزمك تصديق هؤلاء، مو التواتر علامة الصدق، مو التواتر يزيل الشك، مو التواتر يجب القاطع، فشلون أن يتمثل تصدقهم على كثرتهم؟ أولا تعداد كثيرون، وشدة تحصيلهم، هؤلاء كانوا مخالفين، كانوا في من جماعتك، فهم يعني بالدقة كانوا يرون إذا قضية توهمات كذا يمكن واحد يتوهم، مو كلهم، هم كانوا رايحين حتى يرجعون ويبطلون نبوتي، فكيف تصدق بمآثر آبائك، خصال آبائك الحميدة اللي تتفتخر في الأشعار وغير الأشعار، وأجدادك ومساوي أسلاف أعدائك، أنتوا ما شايف مساوئهم، فكيف تصدق؟ وكيف تصدق على الصين والعراق والشام إذا حدثت عنها؟ مجموعة يجون من الصين تجار ينقلون في التصدق، يجون من العراق ينقلون، رأينا في البلد الكذائي الحالة الكذائية، تصدق. وهل المخبرون عن ذلك، بس عن المساوئ والمحاسن للسابقين، عن ما يحصل في البلاد المختلفة، إلا دون هؤلاء المخبرين لك عن هذه الآيات المعجزات مع سائر من شاهدها معهم من الجمع الكثيف، بس هم كانوا مجموعة، ولكن اجتمع غيرهم أيضا، عند كل آية كان هناك جمع كثير، الذين لا يجتمعون على باطل يتخرصونه، يعني لا يجتمعون على باطل، التخرص يعني الكذب، يعني مو قضية باطلة كاذبة ليست لها حقيقة، لا يجتمعون على باطل يتخرصونه، يعني يكذبونه إلا إذا كان صحيح في حالة واحدة، إذا مجموعة نقلوا قضية، مجموعة أخرى نقلت قضية معاكسة، فهنا زين، هذا يبقى الشك في الإنسان ولا ينقلب على اليقين، لأنه مجموعتان كل مجموعة تدعي قضية مخالفة للمجموعة الأخرى، هنا زين، هنا التواتر بعد هذا ما يوجب القطع للإنسان، وإلا كان من ترجيح غير الراجح، لو رجح الأول على الثاني هذا ترجيح بلا مرجح، والأخذ بهما أخذ بالمتناقضين هذا أيضا مو معقول، يعني هنا التواتر مو حجة في هذه الصورة، إلا إذا كان بإزائهم من يكذبهم ويخبر بضد إخبارهم، ألا وكل فرقة محجوجون بما شاهدوا، يعني تمت الحجة عليهم في يوم القيامة، إذا ما كانوا يؤمنون هؤلاء الحجة عليهم، وأنت يا أبا جهل محجوج بما سمعت ممن شاهده، لأنهم لا يجتمعون على كذب، فنقلهم إياك أوجب القطع لك، ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، شنو بعض المعاند لا حل له. ثم أخبره النبي، مع ذلك لم يؤمن رسول الله صلى الله عليه وآله، أخبره بما في بيته ما أكله، ثم أخبره النبي صلى الله عليه وآله بما اقترح عليه من آيات عيسى من أكله لما أكل، ما الذي أكلت أنت، وادخاره في بيته لما ادخر من دجاجة مشوية، أنت ببيتك الآن
موجود الدخل يعني للجامعة، يعني ما الذي الآن في بيتك؟ وهناك أيضا في بيتك دجاجة مشوية وأحياء الله تعالى إياها، تلك الدجاجة أحياها الله، وإنطاقها بما فعل بها أبو جهل. بعد هناك مثل الفهرسة يذكر الطبرسي متفصيل الرواية وغير ذلك على ما جاء به في هذا الخبر، فلم يصدقه أبو جهل في ذلك كله، بل كان يكذبه وينكر جميع ما كان النبي يخبره به من ذلك، إلى أن قال النبي لأبي جهل ما يصدق، أما كفاك ما شاهدت أم تكون آمنا من العذاب؟ إن أنت بين أحد أمرين، إما أن تؤمن، وإن لم تؤمن فلازم يكون لك صك أمان من العذاب، لأنه تمت الحجة عليك وثبت الأمر عندك، فأنت إما أن تؤمن وإما أن تكون آمنا من العذاب، وليس الثاني قطعا. أنت ما عندك صك ينقذك من عذاب الله عز وجل، فثبت عليك الأمر الأول، مثل عندما لم يسجد إبليس للنبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام، قال له الله عز وجل في تلك الآية أنه استكبرت أم كنت من العالين، يعني أنت بين أحد أمرين، إما أنت مستكبر وخالفت الأمر الإلهي، أو أنت من العالين الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم. من هم العالون؟ في الرواية الأنوار الطيبة للأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، اللي هؤلاء لم يؤمروا بالسجود لآدم. زين، فأنت لست من العالين، فلا يبقى لك إلا أن تسجد، وعدم سجودك يعني استكبار وخروج عن الحق. أما كفاك ما شاهدت أن تكون آمنا من العذاب؟ قال أبو جهل إني لأظن أن هذا تخيل وإيهام، هاي كلها تخيلات أوهام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فهل تفرق بين مشاهدتك لها وسماعك لكلامها؟ يعني الدجاجة، أنت شفت الدجاجة أحياها الله عز وجل وسمعت كلامها تكلمت معك، هل هذا الرؤية والسماع تخيل؟ أما رؤيتك لقومك وسماعك لكلامهم هذا مو تخيل؟ شلون يعني من أين تشخص؟ هذا تخيل ذاك مو تخيل، كلاهما من واد واحد، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، إن إنجاز هذا جاز ثاني، وإن لم يجز هذا لم يجز الثاني، إذن كل توهم. فهل تفرق بين مشاهدتك لها يعني الدجاجة وسماعك لكلامها يعني الدجاجة المشوية التي أنطقها الله له، وبين مشاهدتك لنفسك؟ أنت تشوف تجد هذا العلم الحضوري، يعني واحد عالم بوجود نفسه، ولسائر قريش يشوف الناس والعرب وسماعك كلامهم. قال أبو جهل لا، يعني أنا مثل ما شاهدت هذه الدجاجة أحياها الله وشاهد أصحابي وأشاهد نفسي، النمط واحد مو يختلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فما يدريك إذن أن جميع ما تشاهد وتحس بحواسك تخيل؟ إذن كل تخيل، إذا ذاك تخيل الباقي هم تخيل. قال أبو جهل ما هو تخيل؟ لا، أنا لما أشوفك أتكلم وياك هذا مو تخيل، أما تلك قضية الدجاجة تخيل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ولا هذا تخيل، وإلا فكيف تصحح أنك ترى في العالم شيئا أوثق منه؟ أنت من أين توجب الدليل والبينة على أن ما يظهر في العالم أوثق مما رأيته من قضية الدجاجة المشوية؟ كلها من نمط واحد. طبعا خب أبو جهل يعني هي الحجة كانت تامة عليه، بس الله لإتمام الحجة على الباقين، لإيصال هذه الأخبار إلينا لمصالح أخرى أيضا
كان يظهر يعني قضايا كثيرة عند الرسول صلى الله عليه وآله مع أبي جهل، لأن أبو جهل كان كبير قريش أو من كبراء قريش، وكان من أشد المعاندين والمخالفين، وكان دائما عنده نقاشات مستمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة، حتى في المدينة مكاتبات مع رسول الله، لذلك كان له تأثير كبير. فهو هي ينهزم في المباحثات والمحاجات، هذه كانت نقطة تفوق لشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه هذا كبير أعدائه، هذا في كل محاجة وفي كل مباحثة وفي كل موقف، سواء في الحروب أو في المباحثات العلمية، لا يتمكن من أن يجيب رسول الله صلى الله عليه وآله، بل ينهزم أمام رسول الله. زين، هذا تمت الرواية اللاحقة إن شاء الله ليوم السبت. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.